في ولاية بنزرت حادثة مؤلمة، حيث توفي اليوم غرقا بشاطئ سيدي سالم ببنزرت كهل أصيل ولاية بيجة، في حين تمكن السباحين المنقذين من إنقاذ طفليه حسب ما أكدوا مصدر من الحماية المدنية. تفيد وقائع الحادثة إنه الهيلك، وهو أصيل ولاية بيجة، قدم إلى مدينة بنزرت صحبة أفراد عائلته للسباحة، ونظرا لحالة الطقس وهيجان البحر جرف التيار المائي ابنيه، فحاول إنه ينقذهم ولكن غرق هو بعد أن شرب كمية كبيرة من مياه البحر، ربي يرحمه وينعمه. ورغم تدخل السباحين المنقذين اللي تمكنوا من إخراجه وإنقاذ طفليه، لكنه فارق الحياة بمجرد وصوله إلى المستشفى الجامعي لحبيب بوغاتفا. جدل كبير برشا حول الهلال الأحمر، هذا اللي خلى الهلال الأحمر يعقد ندوة صحفية اليوم، حيث أكد رئيس الهلال الأحمر التونسي عبد اللطيف الشابو إنه فما حملة ممنهجة ومغرضة انطلقت منذ مدة إلى جانب عدة مغالطات وتشويهات طالت الهلال الأحمر للتشكيك في مصداقيته ونجاعته العمل متاعه. وأضاف في ندوة صحفية نظمتها المنظمة اليوم أن هذه الحملة تعودنا بها لأنها تعود للظهور كلما كانت هناك محطات وطنية ونجاحات للهلال الأحمر التونسي حسب تعبيره، وشدد على أنه حملة التشويه هذه المرة أخذت أبعادا خطيرة جدا ووصلت إلى حد التحريض والاعتداء على المتطوعين ومنعهم من القيام بأنشطتهم في عدة فضاءات. ووضح شابو أن منظمة الهلال الأحمر التونسي قررت تنظيم الندوة هذه من أجل إنارة الرأي العام وتقديم التوضيحات والحجج الدالة على طرد الأطراف التي كانت تنهب الهلال الأحمر وتمارس في الفساد صلب المنظمة حسب تعبيره. واستعرضت اليوم الهيئة المديرة لمنظمة الهلال الأحمر التونسي جملة من الوثائق والفيديوهات والإحصائيات لدحض الشائعات المشككة في نزاهته بعد الجدل اللي صار. وقدمت الهيئة المديرة لمنظمة الهلال الأحمر بالمناسبة وثائق إلكترونية وورقية وصور لمختلف التبرعات ومراحل جمعها وفرزها وتخزينها بالمراكز المخصصة لذلك، وقائمات للميزانيات المخصصة لمساعدة الجرحى الفلسطينيين الوافدين على تونس أثناء وبعد تلقيهم العلاج، كما تم عرض جملة من الأحكام القضائية ضد قادة حملة التشويه ضد المنظمة، حيث صدر في أحدهم بطاقة سجن فيما وقع استدعاء طرف ثاني للتحقيق. وأشارت ناطقة رسمية باسم منظمة الهلال الأحمر ثوريا غريغبو إلى أنه حملة التشكيك الممنهجة اللي تشنها أطراف مشبوهة تسببت في تشويه صورة الهلال وتعطيل مهامه، وأكدت أنه بعد ما تم الاعتداء عليها منذ أيام بصاعق كهربائي وتعرض المقر المركزي للهلال إلى الاعتداء، وقع تعنيف عدد من المتطوعين بالمنظمة مما دفعهم إلى التفكير في الانسحاب من المنظمة. وقالت أيضا أن المشرفين على المساحات التجارية الكبرى قاموا بمنع متطوعي الهلال الأحمر من جمع التبرعات من المواطنين، وأضافت أن بعض المواطنين طالبوا بإلغاء عقود كراء شقق للمنظمة لإيواء الجرحى الفلسطينيين. ومن جهته بين رئيس المنظمة شابو أنه ما أسماها المؤامرة التي تحاك ضد المنظمة مدروسة، وهي عادة ما تتزامن مع محطات هامة للمنظمة حسب تقديره. وحكى على جملة من التفاصيل الأخرى وقال أنه القناة اللي تروج للشائعات اللي تمس من نزاهة الهلال الأحمر التونسي
وهمية ومشبوهة، وإنه كل الفيديوهات اللي قاعد تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي والدين المنظمة مفبركة ولا أساس لها من الصحة. ودعا جميع وسائل الأعلام إلى التثبت من مصادر المعلومة قبل بثها وعدم التورط في الحصول على تصريحات من مصادر مشبوهة حسب توصيفه، وشدد على أن منظمة الهلال الأحمر التونسي مستعدة لتوفير كل المعلومات الدقيقة والنزيهة للإعلاميين. كذلك في نفس السياق وعلى هامش المؤتمر الصحفي اليوم، أمين ميل الهلال الأحمر التونسي أكد أن المنظمة عندها 3 حسابات مالية، حساب منهم بريدي جمع فيها منذ بداية الأحداث معناها الأخيرة وإلى حدود الآن حوالي 20 مليون دينار، يعني 20 مليار. وقال إنه الهلال الأحمر أرسل 4 طائرات محملة بالمساعدات ويستعد لإرسال باخرة أخرى. وبخصوص تفاصيل المصاريف اللي يقوم بها الهلال الأحمر لفائدة معناها أهالينا في فلسطين، أكد إنه أو أكد أمين ميل للهلال الأحمر إنه تم رصد 1 مليون دينار لاقتناء أطراف اصطناعية، وقدم يعني جملة من التفاصيل كيفاش يعني تم اقتناء بعض المقتنيات لهذا الغرض. يذكر إنه تحقيق في قناة الحوار التونسي كان أثار جدل واسع وانتشر كالنار معناها في الهشيم، وهز الرأي العام، وكانت فما حملة مستنكرة كبيرة، وهذا ما خلى منظمة الهلال الأحمر تعقد هذه الندوة الصحفية وتقدم جملة من التصريحات باش توضح وترد على مراج من فيديوهات وتم نشرها على نطاق واسع. تمكن أعوان مركز حرس حي المنازه بالقلعة الصغرى من ولاية سوسة من القبض على عنصر مصنف خطير جدا صادر في شأنه 30 منشور تفتيش ومتورط في العديد من قضايا ترويج المخدرات والسرقات، وفي حقه أحكام سجنية مدتها أكثر من 17 سنة. كما تم أيضا القبض على عنصرين آخرين بتهمة الانخراط في عصابة لترويج المخدرات. اليوم تم الإعلان عن تأسيس حزب سياسي جديد سمى نفسه هذا الحزب تونس تجمعنا. رئيس الحزب خميس خياطية قال في تصريح إعلامي اليوم إنه حزبهم غير تقليدي ويضم كفاءات تونسية ليس لديها تجربة سياسية حسب تعبيره. وقال أيضا أنه عندهم برنامج واضح وخريطة طريق، وأنه عملهم مبني على استراتيجية ورؤى وتطلعات ميدانية حسب قوله.